يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، مساء الأمان وراحة البال. هنعمل مع بعض النهاردة طاجن بطارخ أو صينية بطارخ تحفة. البطارخ اللي أنا مستعملها النهاردة يا بنات بطارخ زبيدي، تمام. هاخد كده حوالي 20 جرام، نقول مثلا معلقة أو معلقتين من الزبدة، تمام، بس تكون نوع الزبدة حلو لأن البطارخ بتحب الزبدة جدا، بلاش تستعمله في البطارخ الزيت. طيب يبقى دي اول حاجه، نقطه مهمه جدا لازم تعرفوها، البطارخ عشان تغسليها وتطلع نظيفه لازم تشيلي خط الدم اللي من ورا اللي بيكون عمود اللي فيها، بتشيلي خط الدم. بعد كده بتحطي عليها شويه ملح وليمونه وبتنزلي عليها ميه لغايه ما تنضف جدا. بعد كده بتصفيها، اللي هو الخط ده كنت بقول لكم الخطوط اللي ورا دي كلها تتشال. الزبيدي بيكون البطارخ بتاعته بالشكل ده اللي بتكون عريضه كده، البوري او الهامور او يعني البطارخ التانية بتكون طويلة. عديتها تحميرة أول حاجة، نشفت المية منها واديتها تحميرة، نزلت عليها بفصين ثلاثة توم وبصلاية متقطعة قطع وعصير ليمون، كتري عصير الليمون. البطارخ أنا بالنسبة لي شايفة إن هي بتحب الليمون جدا، تمام. بعد كده بقى تبهريها بشوية بهارات السمك بتاعتك، فلفل أسود، كمون، رشة من الهيل، معلقة من الهريسة دي اللي هي الفلفل مع ليمون، أنا بضربهم في الخلاط وقبل كده قلت لكم الطريقة بتاعتها. ومعلقتين كده كبار من دبس الرمان. الطريقة دي بقى طعمها خطير جدا، عملت معاكم أنا قبل كده البطارخ بالزبدة، وتقدروا ترجعوا لها هتلاقوها إن شاء الله على البيج هنا وهتلاقوها على اليوتيوب. طيب هتبداي بقى تقلبيها تقليبه كويسه كده. في البدايه يا بنات مش بتقلبي البطارخ، اول ما نحط الزبده وتنزلي البطارخ ما بتقلبيش، لان لو قلبتي هتتهري منك، بتسيبيها لغايه ما تجف وتنشف بعد كده تتعاملي. بعد كده نزلت طماطمايه وفلفل وتحطي معلقه كده صغيره من خل ونص كوبايه من الميه، تمام. دي ميه اللي انا حاطه دلوقتي ميه بس كده. هتفضل بقى تقلبيها، عايزه تنقليها في صينيه وتحطي عليها شبنت وتدخليها بقى الفرن، تقعد نص ساعه ربع 10 دقائق اقصد، البطارخ ما بتاخدش وقت، لو خدت وقت هتجلد وتبقى وحشه. سريعه جدا، يا رب تكون عجبتكم مع كوبايه الدايت بقى البيبسي او دايت 7، ويعيشي يا رب تكون عجبتكم الوصفه، ما تنسونيش بلايك.